فوق الأرض كي يقفا أراد ينهض والأيتام في دمه جميعهم صرخوا فاحتد وارتجفا ففزت الكوفة الحمراء واتكأت على مآذنها وساقطت سعفا وصاحب الشمس جريني إليك ففي صدري جبال ثقال قد هوت شرفا وقال للشمس لما كاد يحرقها ألم أقل لك إن المجد ما اختطفا ودار ما دار بين الشمس من جهة وبينه اتفقا في المجد واختلفا وحددا موعدا للبدء ثانية خلف الزمان وكان الموعد النجفا. سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى شهادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، في ذكرى جرح سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الليالي الأليمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نجيه إن شاء الله. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله، السلام عليكم وعظم الله أجوركم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وأحسنتم على الشعر، هذا شعركم. نعم إن شاء الله سيدي، بارك الله بكم، الله تحسنون ما شاء الله، الله يسلمكم، جزاك الله خير. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي تثار في أوساط المسلمين أنه لو كان علي بن أبي طالب هو الإمام فلماذا لم يذكر الله ذلك في القرآن؟ نعم، فإن الله ذكر كل شيء في القرآن، ذكر البعوضة والبقرة والناقة والفيلة، فلماذا لم يذكر عليا؟ هكذا بعض التساؤلات والشبهات تطرح. نعم، بعض الأجوبة لم تروقني إنصافا، أنه نعم على حال لم يذكر القرآن ذلك لكذا وكذا، وأنا في واقع الحال لا أتفاعل مع تلك الأجوبة. أود من خلال هذه الآية الكريمة التي تصرح إنما وليكم الله ورسوله، تعرفون وأنتم سادة العرب على أنه إنما أداة حصر، حصرت الآية الولاية لله وللرسول والذين آمنوا، ولكن الذين آمنوا، الذين آمنوا من صدرت منهم هذه الحركة، من صدرت منهم هذه الفعالية، يعني قيدتها الآية، قيدته الذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زين، كل المفسرين شيعة وسنة يقول هذه الآية وردت ونزلت في مسكين دخل المسجد واستعطى الناس، أيها الناس ساعدوني، فلم يجبه أحد ولم يعطيه أحد، فعلي في حال الركوع مد يده وأشار إلى خاتمه الذي قد لبسه في أصبعه، مد يده أنه خذه بهذا المعنى، فهو نزع خاتم علي وذهب، وكأنما أبلي أعطى الزكاة وتصدق وهو راكع في الصلاة. الآية نزلت في هذا الحادث. زين، سؤال للذين يشكلون وللذين يقولون لماذا لم يذكر علي في القرآن؟ أن الله سبحانه وتعالى عودنا، وأنا حسب تعبيري وتعبير الأخوة في بحث سريع هالشكل، بس بحث سريع يمكن 3 دقائق، بحثت
عن بعض القضايا التي يسلم المسلمون والمفسرون أن هذه الآية تخص فلان. نعم. وهذه الآية تخص فلان. بالإجماع سيدنا. بلي بلي، كل المسلمين المفسرون يقول يا أبا مثلا وسأل سائل هكذا، سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع، من هو السائل؟ كل المفسرين يقولون فلان سأل، فلان سأل، ورب العالمين أنزل الآية لسؤاله وعلى حال وجازاه وجازاه، يعني وقال لو كان أكو عذاب لو كذا الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ماذا كذا. فشوف رب العالمين يتكلم عن حوادث حسب تعبيرنا منحصرة بالفرد. هذه الحادثة منحصرة بالفرد أنتم تفسروها بفلان فقط ولا تعمموها. فألم تكن هذه الآية تخص القضية الفلانية؟ مثلا آية أخرى، قلت 3 دقائق فقط، أنا سويت بحث. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ القرآن جاي يتكلم عن حادثة، شنو الحادثة؟ أنه في قضية صارت مشكلة كذا، فجاء رجل من آل فرعون. من هذا الرجل من آل فرعون؟ كل المفسرين يقول حبيب النجار، كلهم يقولون حبيب النجار. زين، إذن هذه آية وردت في من؟ حبيب النجار، في حبيب النجار. جيد. ولا شنو؟ ولا يعني ولا تناقشون فيه، هذه آية وردت في حبيب النجار، رجل من آل فرعون كان يكتم إيمانه. زين، آية تقول عبس وتولى. بغض النظر أن رسول الله عبس، من عبس؟ هذا بحث عن أنه كيف رسول الله يعبس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من هو الأعمى؟ تقريبا، أقول تقريبا، يمكن أقول تحقيقا، بس قلت تقريبا لأنه النقاش في أن هذا الأعمى منه، عثمان بن مضعون أو كذا أو منه أو مثلا، فصار الكلام في الشخصية الأعمى. هاي شخصية الأعمى صار وضوح على فلان فلان. نعم. عبس رسول الله عبس، لو شخص آخر عبس، ولكن في نزلت في ذلك الأعمى الذي يسمى بفلان، وهذه حدثت بشأنه. ولو أسرد يعني، لو الآن أعمل سيرش حسب تعبيركم، بحث عن الحوادث التي في بني إسرائيل، رجل بني إسرائيل، في مولانا الجليل الذي آتيناه بلي آتيناه جنتين، لو هذه غير من جنتين، أو مثلا ذاك الذي آتيناه علمه من الكتاب، علم من الكتاب، علم الكتاب منه، علم الكتاب في قضية بني إسرائيل، قالوا أنه هو العابد على أي حال معروف في بني إسرائيل، الذي قلت أنه القرآن الكريم يصفه بأنه مثله كمثل الكلب. نعم، مثله كمثل الكلب أن تحمل عليه. هو هذا من الشخصية اللي تذكرت اسمه قبل أيام قليلة. أحسنتم. نعم. الآن ذاكرتي على حال خانتني، برصيصة أو ذاك الثاني، على أي حال. فأقول آيات وردت في شخصيات، وكلكم تقولوا هذه الآية واردة في فلان، هذه الآية واردة في فلان، لماذا لما تأتي الآية في علي وتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ها هذا بني مطلق من يأتي الزكاة وهو راكع، ليش مطلق؟ وردت في علي، وردت في علي. هم يقولونها سيدنا أنه سبب النزول علي عليه السلام، ولكن يطلقون الآية بشكل عام لما أحال. نعم. كيف أنتم لما أرد أقول أنه يا جماعة هل نزلت آية في ولاية علي؟ نعم، نزلت آية في ولاية علي، هاي الآية
إنما وليكم والله الذي واضح؟ ولي واضح. وغير قضية شنو؟ قضية بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة، قضية غدير غير وغير. أقول إحنا أنا في مناسبة استشهاد أمير المؤمنين أتكلم في القضية أنه إحنا للأسف كشيعة انهزاميين، وكشيعة نحاول أن نبرر بابا كل الفكر يمنى وكل الدليل عندنا والقرآن معانا والأحاديث مع، لماذا نحن نحاول أن نتأثر بالهجمة الإعلامية والتضليل الإعلامي الغلط الذي قام به أو قامت به أقلام بني أمية وبني العباس بشكل غريب وعجيب في تحوير القضايا؟ نعم، عليه ذكر في القرآن وهذه الآية، كما ذكر حبيب النجار في القرآن، وكما ذكر فلان الذي استشكل على العذاب وأنه واقع أو ليس بواقع، وذاك بني إسرائيل وذاك. فأقول نحن في واقع الحال نحن لابد أن نقف عند الآيات الكريمة، القرآن الكريم التي في واقع الحال تتبين أو توضح قضايا حسب تعبيرنا كلية، وفي بعضها الآخر تبين مصاديق خارجية. مصاديق خارجية، فالمصداق الخارجي يعني يريد ذلك المصداق ولا يريد غيره. نعم هو علامة، ولكن علامة على أساس هي إنما. فمع أنه علي بن أبي طالب ذكر في القرآن، مع أنه علي بن أبي طالب عليه حال رسول الله دعمه بشكل غريب وعجيب في روايات عديدة في منزلته وفي فضله وفي تقواه وفي علي حال إسلامه وما إلى ذلك من القضايا، ووزارته وأخوته آخر. نعم. اللي بكى عليه يا رسول الله أخيت بين المسلمين، قال أولا تحب أن تكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي. هذه كلها في الواقع تشير إلى حقيقة. نعم. والحقيقة إلى الآن كم سنة الآن مولانا 1444 سنة يحاولوا أن يطمطموها، يحاولوا أن يخفوها، ولكن اعرفوا أيها الأخوة أن الحقيقة ستتضح يوم الأيام، وأن هذا الغربال وهذا الإيهام يزول في يوم الأيام وتظهر الحقائق. فحري بالمؤمن المثقف الشاب المهذب الأكاديمي المحقق أن يقف عند الحقائق وأن لا ينجر وراء التضليلات والتشويهات والأباطيل وعلي حال التي في واقع الحال ساقته لنا الأقلام المأجورة طول التاريخ. طيب سيدنا، يعني هم يقولون أنه في كل شخص أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، التاريخ ينقل لنا من المسلمين الأوائل من فعل هذا الفعل، يعني تصدق راكعا أو زكى راكعا، لو فقط علي عليه السلام. القضية هي أن علي بن أبي طالب أول من قام بهذا، بعد ذلك أخذ البقية يعملون هذا الأمر ولم تنزل بشأنهم كلمة. ولكن عموما سبب النزول لما نرجع إلى تفسير الكبير، تفسير الرازي، تفسير علي حال الكشاف وغيره من التفاسير، نجد على أنه يقول على أن هذه الآية نزلت في هذه الواقعة. فنحن لماذا نحاول أن نلوي عنق الرواية الآية ونبعدها عن مصداق الحقيقي وهو علي بن أبي طالب الذي هو بنص الآية ولي الله، وأنتم تستعظمون القضية إذا قلنا أن عليا ولي الله. أحسنتم سيدنا الكريم، موفقين إن شاء الله. سلام الله عليك يا أبا الحسن. قال من قال أن أحباءه أو محبيه أو مريديه أخفوا فضائله خوفا وتقيا، وإن أعداءه أخفوا فضائله بغضا وحسدا وحقدا، وقد ظهر من بين ذين ما ملأ الخافقين. فسلام عليك سيدي ومولاي أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله، هذه الآن هذه الدقائق مشاهدنا الكريم بإمكانك أن تتصل وتشترك وتطرح سؤالك، سواء كان سؤال فقهي مرتبط بشهر رمضان المبارك والصيام، أو سؤال فقهي عام أو شيء مرتبط بالآية المباركة اللي طرحت من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وأيضا من خلال تطبيق المجيب اللي موجود الكود الخاص به أسفل يمين الشاشة، بإمكانك أن تدخل إلى هذا التطبيق
من الموبايل، مجرد أن تسلط كاميرا الموبايل على هذا الكود راح تستطيع أن تدخل إلى هذا التطبيق وتحمل أسئلته. على بركة الله نبدأ بالأسئلة، وعندنا أول المشتركين من؟ نبدأ برسالة صوتية. أنا بس أريد أنبه نعم أنه الأخ العابد الذي كان الآن جتي ذاكرتي نعم وبن باعورة بن باعورة العابد اللي هي آية سيدنا الآية التي تكلمت على أنه الذي آتيناه علم من الكتاب نعم ولكن عليه حال طغى وشيطانه أغواه أراد أن يصعد ويدعو على اللي عند الاسم الأعظم في بعض الروايات أحسنتم اللي وصف القرآن بأنه مثله كمثل الكلب. وهناك عابد اسمه ذاك برصيصة العابد، برصيصة العابد غير بن باعورة ذاك إلى آخر سيدنا قضية أخرى نتكلم عنها إن شاء الله. أم علي أختي الكريمة تفضلي. ألو. أنا أم علي، حياكم الله يا أهلا وسهلا. أنا يعني زوجي هاجرني بطل بيته وهاجرني نعم وما لي شغلة بيه، يعني لا مصروفي لا شغلتي، وأنه هسه يتزوج يعني وأنا أريد أمشي أريد أطلع أريد أروح لزيارة، هم علي حرام مثل أمشي ما يدري بيه ما أقول له مثل هو ما معترف بيه ما معترف يعني زوجي ما معترف بيه. هاجرك يعني تارك البيت صار لش قد أم علي؟ بالبيت. يعني هو قاعد وياي بالبيت بس يعني ما له شغله، شلون مثل ما كنا يعني هو ما موجود، شلون بالبيت بس ما موجود، لا بفراشي لا بشغلتي، يعني ما محترمني. ايش قد صار هذا الوضع يعني مبتعد عن حضرتك، ايش قد صار؟ هذا هو ولا ما 35 سنه عند المتزوج. لا ايش قد صار لما يبتعد عنك؟ هذا الوقت مبتعد عني يعني عمر كله، هو دوم يزعل شهر ويزعل ورد رضي ويزعل ورد رضي، يعني مليت انا بزعل، وانه هذا يا زباله مره يعني بالخزيه ما ادري بيها كملها وقضاها ولا ما ادري، سمعت من العالم سمعت من العالم هو يطيش اذن من عنده يطيش اذن اذا طلعين. السيد يقول اذا اخذت موافقه من عنده انه شو وقت ما تريدين طلعين تطلعين، يسمح لو ما يسمح؟ زي الموافقه مره واحده لو كل ما اريد اطلع اودع لا تقدرين تاخذين من عنده موافقه واحده لكل طلعاتك لو لا؟ ما يعني ما هو ما مثل ارجع اقول مثل ترجع يعني ما مرات ما يقبل، هو ما نستغل بي هاجرني وما يقبل اطلعي وحدي. ان شاء الله تسمعين الاجابه اختي الكريمه ام علي، تحياتنا لحضرتك وتسمعين الاجابه بعد قليل من سماحه السيد. مشكله يعاني من عندها الكثير من الناس سيدنا، ان شاء الله نتوقف عندها بعد قليل. طيب رساله صوتيه نسمعها تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. سيدنا انا طالب جامعي وعندي امتحانات، لما اريد اجل اي امتحان اروح للجامعه ويقولوا لي روح سوي اجازه مرضيه، بس انا مو مريض انا بحاله زينه، اذا سويت اجازه مرضيه من قبل المستشفى بها اشكال وما بها اشكال؟ الاشكال للطرفين، للطبيب اللي سوالي وللطالب اللي سواه. تحياتنا للاخ الكريم، شكرا جزيلا. يريد يسوي اجازه مرضيه يعني زائفه او وهميه غير حقيقيه من اجل تاجيل امتحان معين. ان شاء الله تسمع الاجابه على هذا السؤال اخي الكريم، وان كان طرح هذا السؤال في الحلقات السابقه واجاب السيد بس لا باس باجابه او تكرار الاجابه. ايضا رساله صوتيه اخرى نسمعها. السلام عليكم سيدنا، شلونك شخبارك؟ ان شاء الله طيب. سيدنا انا عندي سؤال محيرني كلش يعني واسئله هواي عندي، صار سؤال محيرني. شو اسمه يعني انا وقتها هذه الفتره مريضه سنه يعني وأرضى يعني تعبت عن الصلاة، أهلي قالوا لي صلى هاي أنا ما أقدر يعني شنو أجيب طال الصلاة أتخبى، فتركتها تقريبا شهر ما أتذكر ولا حسيت ولا كتبت بدفتر إنه إيش قد ترك الصلاة واليوم صليت واليوم ما صليت، فتقريبا تركتها شهر إنك شوي صرت زينة هم ضليت أقطع بالصلاة يعني ما مستسلمة بالصلاة دوم، ها ضليت أقطع بالصلاة يعني هسه صار لي فترة من دخلنا 2023 لا الحمد لله ملتزمة بصلاتي، بس شنو اللي محيرني أنا ما أعرف إنه إيش قد مطلوبة صلاة، يعني إيش قد أقضيهن يعني أنا ما أعرف إيش قد مطلوبة صلاة، فشنو أسوي عم تقضيهن كلهن يعني إن شاء الله فهمتني. تحياتنا الأخت الكريمة وشكرا جزيلا إلها على مراسلتنا، ويا رب إن شاء الله الثبات على الإيمان لنا ولها إن شاء الله تعالى وللجميع. إن شاء الله تسمعين الإجابة كاملة أختي الكريمة بعد قليل بإذن الله تعالى من سماحة السيد. عندنا رسالة صوتية أخرى نسمعها. السلام عليكم رمضان كريم، صيام مقبول إن شاء الله. عندي سؤالين برازة. السؤال الأول، أنا كنت مذنب وسيتغسل جنابه
وقت الإمساك صيامه يعني تمام لو بإشكال؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، شربت ماي ما انتبهت للساعة، شربت ماي أول ما نزلت الجراس من حلقي صاح الله أكبر، فهلا أنا مطلوب صيامين أم شيء فاطر أم صيامي تمام؟ وشكرا لكم. ما أدري إذا كان هذا يتكلم عن أذان الفجر ولا أذان الإمساك. الإمساك نعم. بلي. خلاص أذن. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، تحياتنا لك وشكرا جزيلا. هذه الرسائل اللي قاعد توصلنا هي عبر تطبيق المجيب وعبر الأرقام الظاهرة على الشاشة، فأنت تقدر ترسل رسالة صوتية من خلال ما ذكر أو تتصل هاتفيا بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة. عندنا رسالة أخرى نسمعها. ألو، السلام عليكم، شلونك سيدنا؟ سيدنا أنا أسوي سلف وأخذ الأول وبيعه، شنو حكمها؟ بس عيدوا الرسالة الصوتية، مو كلش واضحة كانت. أسوي سلف. ألو، السلام عليكم، شلونك سيدنا؟ سيدنا أنا أسوي سلف وأخذ الأول وبيعه، شنو حكمها؟ أخذ الأول اللي هي تأخذ كأنه سيدنا الدور الأول لها. صحيح. نعم. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. الآن من بعد ما أخذنا الرسالة الصوتية نتحول إلى الاتصالات، واتصالنا الأخ أبو علاء. تفضل يا أبو علاء. يلا أبو علاء تفضل عزيزي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا السؤال أبو حبوك. تفضل أخي الكريم. عندنا بنتي للزوجة. نعم. أرملة. نعم. وعندها راتب مال الرعاية ومال عاطلين، يعني تستلم 600. نعم. هل تستحق فتره؟ ها هي ساكنه وياك؟ لا لا، ما هو يعني ساكنه ببيتها بعوفي. ها تستحق زكاه فتره تقول؟ بني. بس يعني تستحق فتره. واضح. واضح واضح واضح. ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. سؤال اخر ابو علاء؟ لا لا يعني رحم الله. تحياتنا لك وشكرا جزيلا على اتصالك. الأخ أبو علاء أيضا كان سؤاله مرتبط بزكاة الفطرة. طبعا هذه الأيام العشر الأخيرة سيدنا، أو من الآن إلى نهاية العشر الأخيرة هو راح تجينا أسئلة. صحيح. عن زكاة الفطرة. طيب عندنا اتصال آخر له رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم. أولا أنا طالب بالجامعة، يعني أنزل أنا هسه لأهلي للبيت كل بالشهر يعني مرة أو مرتين، يعني على الأغلب مرة. وأنا هسه صايم، فيعني هل يعتبر إنه نزولي بالشهر مرة أو مرتين كثير السفر؟ يعني إذا نزلت ورا الصلاة إنه أفطر، لو أعتبر أنا كثير السفر؟ واضح سيدنا السؤال؟ نعم. تمام، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. شكرا جزيلا، والله يعين طلابنا في هذه الأجواء، ولو الأجواء طيبة هاي الأيام، مو مثل أجواء شهر رمضان قبل كم سنة لما إجانا شهر رمضان بالصيف، بس إن شاء الله الله يقدرهم على أداء الصيام وبنفس الوقت دون أن يقصروا في واجباتهم إن شاء الله الدراسية، الله يوفقهم إن شاء الله. عندنا أيضا مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المحترم تحياتي لك ولكادرك. عندي فد مسألة فقهية وشوية صار بها عندي ضبابية. أنا موظف مدرس، قبل فترة تقريبا العام كلفت في مهام معاون مدرسة. المهام المعاون يترتب عليه مبلغ مخصصات، مبلغ معين، فاستمريت بالمنصب لمدة. شنو انقطعت الرسالة الصوتية لو شنو اخوان بالكنترول؟ ها هي الرسالة ما تكتمل. طيب الأخ صاحب الرسالة الصوتية إذا كان يشاهدنا الآن ويسمعنا، لطفا تعيد إرسال الرسالة مرة ثانية أو تكمل من حيث انتهيت حتى نفهم التفاصيل، لأنه أنت بعدك ما دخلت بالسؤال. تحياتنا لك وشكرا جزيلا على مشاركتك، وتسمع الإجابة لما ترسل لنا التفاصيل بالمشاركة اللاحقة بإذن الله تعالى. طيب لا نزال نستقبل مشاركاتكم إخواني الكرام. الآن عندنا مشاركة أخرى، مشاركتنا من نسمعها. السلام عليكم سيدني، أنا سالف 15 سنة من الزوجية وعندي جهال، ويعني هم عيالي متكلفين يعني بمصروفي،
عندي بنات مرات ما ينطوني فلوس، واخذ 10 5 25 يعني بسكتي، هم حرام حلال يعني ما ينطوني مصرف، مثل اشتري لهم شي حاجة شغلة يطلبون مني، صحيح هم يجيبون نسواق وشي، هل اشوف حلال حرام؟ تحياتنا لها وشكرا جزيلا. حسب الظاهر تاخذ من عيالها سيدنا. تمام، تسمعين الإجابة أختي الكريمة وشكرا جزيلا. سيد أسعد تفضل أخي الكريم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مراتب؟ حياك الله عزيزي، أهلا وسهلا. الله يحفظك سيدنا. بالنسبة للصلاة جماعة، نعم، واجب أن نذكر المقيم الصلاة نعرف اسمه؟ هذا سؤال. وعندي بعد سؤال برقبين. عندك سيدنا استيضاح إمام جولة؟ واضح. نعم، أي سؤال ثاني. بالنسبة للميت يجوز الصورة مع المرء على القبور؟ صورة المرء، صورة، نعم، على شاهدة. جزاكم الله خير مولاي. تحياتنا لك أخي الكريم، وإن شاء الله تسمع الإجابة كاملة على السؤالين. تحياتي لك أخي سيد أسعد، شكرا جزيلا. عندنا اتصال من من؟ أبو قاسم أخي الكريم تفضل. حياك الله مولاي. أنا بالنسبة ما أقدر أصلي على كرسي، بس أقوم بس قيام أكبر وعلى كرسي أقعد، ما أقدر أقوم. نعم، بس أكبر ما أقدر أنهض مرة ثانية على السجدة الثانية. فأنت تقول أنا أبدي بس بالبداية واقف وبعدين أكمل صلاتي على كرسي، شو تقول؟ نعم، أي نعم. ما يقدر يقوم للركعة الثانية؟ ما تقدر تقوم للركعة الثانية؟ ما اقدر اقوم الا حطيت على هذا وعلى خشبه واقوم، ما اقدر اصرف على اتاخر بقومه. بس يعني تقدر اذا تخلي ايدك على الخشبه وتتوتشل او ما تقدر؟ انا سيد انا بنقوم على الخشبه، لازم اتوتش على الخشبه قوه، الله اقوم على الخشبه قوه، اقوم يعني اتاخر على الفريضه. واضح واضح واضح، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم، والله يمن عليك بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله، وطولة العمر بخير وعافيه. شكرا جزيلا على اتصالك. هذا الموضوع طبعا أكد عليه السيد في الحلقات السابقة، اللي هو لما ندعو لشخص بطول العمر نرفقها نردفها بخير وعافية إن شاء الله. أحسنتم سيدنا. نأخذ اتصال أو اتصالين أخيرات أو مشاركة أو مشاركتين أخيرات حتى على بركة الله ننتقل للإجابة على هذه التساؤلات. مشاركتنا اللاحقة من من؟ أبو حسين تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون زحمة سؤال الجناب الشيخ جناب فضل. السيد تفضل. والدي توفى قبل كم سنة يعني، وأريد أسوي له ختمة بذمته شهر صيام شهرين، فحتى الصلاة عليه سنة. أنا مو الأخ الكبير، أنا الأوسط يعني. نعم. وأخي الكبير متعذر عليه هذا الأمر ما يقدر. نعم. فأريد أستأجر شخص يصلي لي يصوم لي يسوي لي ختمة قرآن. طيب سؤالك وين؟ بس أريد أعرف يعني شقد شهر رمضان شقد يصومونه الإيجار، سنة صيام شقد، أو ختمة القرآن شقد سعرها إن شاء الله، يعني هدية بدون زحمة عليكم إن شاء الله تسمع. وسؤال ثاني بعد. نعم. تفضل. يصير أشتري زيارة الإمام الحسين، يعني شخص أخلي يزور الإمام الحسين زيارة جامعة، يزور أمير المؤمنين وأهديها الوالد، يعني أشتريها مثلا بمبلغ من المال، أقول هاي يزورها عن والدي، الشخص محتاج، شخص عنده هاي الأمور. واضح. يجوز لي هذا الشيء لو ما يجوز لي ويوصل ثوابها إن شاء الله. تسمع الإجابة أخي الكريم. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا على اتصالك. الأخي الكريم أبو حسين موسى. أبو حسين نعم. أم فاطمة أختي الكريمة تفضلي آخر المتصلين والمتصلات. تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة سؤال. الله وبركاته. ممكن أسأل الشيء؟ تفضلي. أنا كنت حامل الطفل الأول إلي، فثمانية شهور وصارت عندي حالة ولادة مبكرة. نعم. فرحت أديت أهلي حتى إنه أرتاح هاي الفترة، قلت الدكتور لازم ترتاحين بيها. نعم. فطلعت فنفسيتي تعبت، فبابا قال لي انه خلي اطلعك حتى شوي تغير نفسيتك. نعم. بالسياره هو وماما. حاولي تختصرين اختي لطفا. شلون؟ اقول حاولي تختصرين بالسؤال تفضلي.
ايه فطلع انا طلعني بابا بالسياره، فاجيت من اجيت حاكيت زوجي قلت له انا طلعت من دون علمك، قال لي ما ابريلك الذمه ابد. فانا توسل بي اقول له انه بريلي الذمه والله العظيم كانت نفسيتي شافوا نفسيتي تعبانه انا بس بالسياره يعني حتى ما نزلت. والسؤال ممكن سؤال ثاني؟ نعم تفضلي. انا كنت زعلانه هم ولا فتره زعلت عند اهلي، فصادف عقد اخويا فرحت انه اجرت بدلات، رحت هم ويا ماما اجرت بدلات، فقال لي هم ابريلك الذمه على هذه طلعتك. زين سؤال اختي الكريمه، انت ليش ما تنطي خبر قبل لا تطلعين؟ مو اني كنت ان بفتره مرضي انه اني حامل عند اهلي كانت ادى حاله وفاه والده ونفسيتي تعبت، فجأة قال لي بابا امشي اطلع عشان حتى ما نزلت يعني بالسياره مجرد انه اقول فعلا. عفوا السؤال الثاني، لما زعلتي هو طلعك لو انت طلعتي من البيت؟ لا لا بابا اجى علي خذاني ضربني وبابا اجى علي البيت خذاني. ان شاء الله تسمعين الاجابه اختي الكريمه، والله ان شاء الله يعمر داركم ويصفي القلوب ان شاء الله تعالى. تحياتنا اختي الكريمه، شكرا جزيلا. اذا على بركه الله الان نتحول للاجابه على هذه الاسئله سيدنا الكريم. السؤال الاول كان من الاخت ام علي، اللي هو زوجها تقول هاجرني، ما ادري لما سالناها طلع الموضوع مو هجره، الموجوده موجود بالبيت هاجرها في الفراش. نعم فتقول أنا مرات أريد أطلع، شلون أقدر أخذ يعني بدون رخصة أطلع؟ والله يا أخي الكريم أكو هناك هجران بهذا المعنى، أنه في البيت بس هو ما عنده أي ارتباط بها الزوجة هذه، لا على حال لا يهتم بها ولا يذهب إليها ولا يعتني بها أصلا. نعم فهي امرأة من هذه الجهة على حال مهجورة، تقول على أنه أنا مهجورة ولكن أريد أطلع أريد كذا، فإلي حق الجواب. الجواب إذا كان في واقع الحال لا ينفق عليك ولا يعطي حق الفراش، فليس له حق عليه حال، ليس له حق المنع وحسب تعبيرنا الرأي في هذا المجال، أنه لا تطلعين لا تروحين دكتور أو لا كذا، ما له حق. الزوج المطاع يوم الذي يقوم بواجباته. الزوج الذي يطاع هو الذي ينفق، هو الذي يأتي، هو الذي يعطي، وهذا له حق. أما أنه هو يمتنع من كل شيء ويطلب، لا هذا ليس له حق. طبعا. وأنت أختي الكريمة قلت أنه استأذني من عندك، قل يا ابن الحلال أنت ما عندك شغل وياي بس انطيني إذن أنا أطلع من هنا وهناك، فإذا قالت بروح براحتك خلص بعد لا تعمقين زايد، خلص براحتك. إذا قال لا أنت بيت فلان لا ترحين وبيت فلان كذا والسوق لا ترحين، هذه التعقيدات هذه التقييدات هاي التقييدات إذا قيد فيجوز في حال الضرورة. الضرورة أحسنتم سيدنا. رسالة صوتية كانت من أحد الإخوان طالب جامعي ويسأل عن يسوون إجازة مرضية سيدنا وهمية زائفة حتى يتهربون الامتحان ويأجلون. ذكرنا أنه لا يجوز الإنسان أن يكذب، والكذب حرام والتزوير غير صحيح، وهذا نوع من التفاف على القانون والتفاف على الشرع، فلا يجوز ذلك. يقول سيدنا هذا أجل امتحان، على حال أجل، ولكن طريقة التأجيل لا تكون بهذه الطريقة لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. طيب حتى لو هم بالكلية سيدنا قالوا له روح سوي لنا إجازة مرضية يلا نقدر نأجل لك، المشكلة هي هذه المشكلة، أنه الجهات المسؤولة تقول له روح جيب لك ورقة وحين ندري كذب. هذا في الواقع نوع من تقنين الكذب وتقنين الفساد، وهذا أكثر إيلاما وأكثر فسادا. أحسنتم سيدنا. رسالة من إحدى الأخوات تقول كنت مريضة لمدة سنة حسب الظاهر المرض مرتبط بالمرض نفسي، فتقول ابتعدت عن الصلاة شهر وبعدين صرت زينة ولكن ظليت متقطعة بالصلاة، والآن الحمد لله ملتزمة بس ما أعرف إيش قد الفترة اللي كانت مطلوبة صلاة. في واقع الحال الأخت الكريمة لابد أنه تحتمل، ماكو واحد ما يحتمل أنه لو أنا تركت الصلاة ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر أكو احتمال، يعني الحد أدنى وحد أعلى، حد أعلى وحد أدنى،
أقل وأكثر، لو 3 أشهر لو 5 أشهر، فأخذي بالأقل، يعني أخذي بالحد الأقل. يقول ما أدري سيدة أنا السنة تركت الصلاة لو 1.5 سنة، يقول أنت سنة أخذيها، فأي احتمال تحتملينه خذي بالأقل وأقضي بالمقدار الأقل. أحسنتم سيدنا الكريم. أحد الأخوان يقول الغسل الواجب غسلت أثناء الإمساك، أثناء وقت الإمساك. البقاء على الجنابة متعمدا من مفطرات الصيام، من مفطرات الصوم. إنسان يبقى مجنب عمدا هذا صوم باطل وهذا مفطر. يعني شنو عمدا سيدنا، توضيح للمشاهد؟ ما يروح يغتسل، باب قوم ما لي خلق. هو قاعد، هو على حال يشعر وما يحارها ماكو، بس ما يروح. هذا يسموه بقاء على الجنابة متعمدا. فصوم باطل وعليه كفار. ولكن الفقهاء قالوا إذا الإنسان قام راح على الخاولي وراح على الملابس وبعدين راح حمل ماي يسخن الماي، ماي بارد يسخنه، وهذه العملية، هاي العملية طولت شوية، فهو في حال حسب تعبيرنا منشغل بمن؟ بالاغتسال، يعني منشغل بمقدمات الاغتسال وأذن، لا إشكال في ذلك. زين سيدنا، هو جناب الأخ راح للحمام وكذا، ذاك صح يا الله امساك، يا الله بعدين قال امساك لا تشرب، زين لا تشرب بعد ما مغتسل، بس انا في طور شنو؟ في طور الذهاب والتلبس بعمليه الاغتسال والانشغال بعمليه الاغتسال، فلا اشكال في ذلك وصومه صحيح. احسنتم سيدي. يقول شربت ماي نفس الاخ وما انتبهت للساعه، من نزلت الكلاس اذن، صح الله اكبر. على اي حال يعني عدم الاهتمام بالوقت وشرب الماء بدون اهتمام بالوقت، هذا في روايات تنهى عن ذلك، ولكن لحسن حظه انه ما كان مؤذن قبل ما يشرب، فلا اشكال في ذلك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، واحده من الاخوات الكريمات سالت انه هي تسوي سلف جمعيات وتاخذ دائما الدور الاول لها، فهل في ذلك إشكال؟ طبيعي إذا كانت هي مديرة هذا المشروع، مديرة مشروع السلفة، ومتفقة ويا الصاحب سوي حباتها أنه يابا أنا أدير قضية بس السلفة الأولى إلي، قالوا بلي إليك باعتبار أنت جات تسحمين تلميها وكذا، فإذا كان باتفاق الآخرين لا إشكال في ذلك. أما إذا كان لا اتفاقهم على أنه قرعة وهي بطريقة أو أخرى طلعت القرعة باسمها، هذا أخو ما يجوز، يعني هذا تدليس وكذب. الآن الأخوان بالكنترول ما أدري إحنا جوز ما سمعنا الرسالة بشكل كامل، يقولون كأنه تبيع الدور الأول. تبيع الدور الأول، ما سمعنا هذا. تستلمه وتبيع، يعني تستلمه إلها وبعدين تبيعه. ها يعني تقول يا بالدور الأول إلي وأنا أخذ فلوس على اللي كذا، ما في مشكلة. بس يعني كن بعلمهم سيدة. إيه بليش حقي أنا، هذا حقي هذا. بس الواحد الآن تطلع سيارة إلى، يطلع سيارة إلى وهو مسجل على سيارات أو كان يسجل على سيارات، يقول يابا أنا أعطيك هذا بس أعطيني فلوس، أو أنه يابا أنا طالع اسمي بالحج وما أريد أروح للحج، أو أنه رايح أعطيني فلوس أعطيك الحصة، لا إشكال في ذلك. نعم. الأخ أبو علاء يسأل، بنت أرملة عندها راتب رعاية وعاطلين، فتستحق زكاة فطرة؟ هو قال 600,000 دينار. 600 أعتقد. إيه، فأنا أستغرب والله العظيم، يعني وسيزيد استغرابي، قل من أين أو لما. سنين ماضية يعني أنا تجربة الآن صار 17 سنة مع الناس في مسائل الشرعية، مولانا يجي يسألني سيدنا بنتي جات ابني بيت يصير أعطي زكاة الفطرة إلها، فأنا أقول يا أخوي هي زكاة الفطرة شقيت؟ هي زكاة الفطرة 1500 دينار، يعني هالسنة ما حددوا، بس 1500 دينار، أنت 3 نفرات كل 4500، نص كيس سمنت ما تجيب، ليش إحنا بتة تبني بيت ويريد يعطي زكاة فطرتها حتى تبني بيت؟ هذا ليس يعني ليس دافعا جميلا وليست نية طيبة، أن أنا إلا أخذ الزكاة أنطيها لمن؟ البتي والابني وما أدري منه. الطيبة زكاة الفطر دفع بلا صادقة هذه،
أعطيها للآخرين، إلا ما تعطيها لأهلك شنو؟ وراح أشوف سيدنا هذا ابني بني جاي يشتري سيارة، أعطي زكاة فطرة مثلا؟ مثلا أخي الكريم، زكاة الفطرة ما يصير تعطيها لبناتك، نعم، ما يصير تعطيها لأولادك، إنما تعطيها لمن؟ لل على حال غير غير الذين يجب عليك نفقتهم. أنا يجب علي أن أنفق على بنتي، أنا يجب علي أن أنفق على ابني، فإذا هم فقراء ما يصير أنطي زكاة فطرتي لهم، واضح؟ لازم أنا أنفق من جيبي لهم. فنقول للأخ لا، لا تطيها زكاة الفطرة، أنطيها للآخرين. أحسنتم سيدنا. رسالة أيضا من أحد الأخوة طالب جامعي يقول بالشهر مرة واحدة أنزل البيت، وبقية الشهر أنا في الدراسة، فيقول نزولي أني يوم واحد بالشهر هل يعتبر أني كثير السفر؟ لا، يعني هو في واقع الحال في الجامعة مو هو شكل خمس أيام. لا سيدنا، يقول أنا الشهر كله أنزل يوم واحد الأهلي، كأنه أقسام داخلية يعني. إيه، فأنت في واقع الحال لست كثير السفر، بالطريق تصلي قصر، بالطريق تصلي قصر ومصوم، أما بالجامعة تصلي تمام وصوم لأنه محل إقامتك وكذا. فأنت كأنما إذا لمدة أربع سنوات هالشكل، لمدة أربع سنوات هالشكل، فالجامعة تصير وطنك الثاني، مقرك. نعم. فأنت ذو مقرين، وطنك يعني مسقط رأسك والجامعة. طيب، رسالة من أحد الأخوة الكرام مدرس، ها هذه ما اكتملت، اللي هو صار معاون إلى مخصصات بس ما استمرت الرسالة. نعم، مو كاملة المعنى. من 15 سنة متزوجة وعيالها متكفلين بمصروفها، وتقول مرات آخذ لأنه ما عندي اللي يكفيني، فآخذ من أموالهم بدون علمهم عيالها. لا حبيبي، أهل زوجها مو هيك يعني، مو أنه ما يكفيها، يكفيها، بس هي تريد تمد إيدها من هنا، هذا لا يجوز بابا. أنت عيالك هم جاي يصرفون عليك أكل وشرب وملبس ومكان مسكن، تردين شيء آخر، تردين مثلا أمور إضافية، هذه أمور إضافية مو واجب عليهم. نعم. والله اشتهينا موطة مثلا، هذا مو واجب عليه اشتري موطة، واضح؟ أو أمور أخرى من هذا القبيل. فأنت في واقع ما يجوز تمدين إيدك أبدا، واللي مديتي إيدك وأخذتيه أمامش طريقين، إما تتبارين الذمة وياهم ويا جماعة بروني الذمة زايدة ناقصة، وإما ترجعيه اللي أخذتيه حسبيه ورجعيه. أحسنتم سيدنا. الأخ الكريم سيد أسعد يقول بصلاة الجماعة لازم نعرف اسم إمام الجماعة؟ لا، ما يحتاج أن أعرف اسمه، وإنما أصلي خلف هذا الإمام الحاضر. نعم، أصلي خلف الإمام الحاضر، هذا منه مو مهم، بس لازم تنبني عندي ثقة سيد الإمام لي بالأشكال. أنا ما أقدر أصلي وراء أي واحد، أصلي وراء شخص عنده صفات عديدة، أن يكون أولا عادل، عادل يعني إنسان صاحب عدالة، ما عنده فسق وفجور، ما عنده معاصي كثيرة، ما عنده كذا، رجل على حال أهل دين وتدين وورع، ونفس الوقت على حال ابن حلال وما إلى ذلك، ما أريد يعني صفات كثيرة بها. نعم. ولكن يجب أن أعرف هذا زيد بن أرقام أو فلان ابن فلان، لا، وصلي خلف هذا الإمام الحاضر. طيب، نفس الأخ سألنا في سؤال آخر يعني عن وجود صورة المتوفاة على شاهدة قبرها، هل فيه إشكال؟ بحد ذاته ما في إشكال، بحد ذاته ما في إشكال. يعني واحد صور الآن، صور نسوان هواية في المجلات وجرائد وجناسي وجوازات، ما في مشكلة. ولكن هل من المناسب أن أضع صورة مثلا فتاة أو امرأة على قبرها؟ على حال لم يكن معمولا وما متعارف، إذا تتخلي ما في إشكال شرعي. طيب، أبو قاسم يقول أنا أصلي، حسب الظاهر من صوتهم كبير سن الرجل، أصلي على كرسي ما أقدر أقوم، فأبدي صلاتي واقفا بعدين بالركعة الثانية أظل قاعد ما أقدر أقوم. نعم، الضرورة تقدر بقدرها، يعني أنت تصلي وتكبر تكبير إحرام وأنت واقف، وتركع وأنت واقف، بعدين تقعد للسجدة بعد ما تقدر تقوم. فإذا تقدر تقوم حتى لو تخلي إيدك على الطاولة، على الحائط، على العصاية، على الكذا، ماكو إشكال، قوم. يقول سيدنا مو أنا هواية أتأذى. لا لا، إذا تتأذى أبقى. يقول لا سيدنا مو ياخذ وقت فرد كم ثانية، ماكو إشكال.
ماكو إشكال إنه يأخذ وقت لو ماكو إشكال إنه ما يقوم سيدنا. لا أن يأخذ وقت كم ثانية ماكو إشكال. نعم. والله سيدنا يا الله إلى أن أقوم أنفذ 15 ثانية ماكو إشكال. مهم أن تقوم. أما نقول لا أنا أتأذى أتأذى واقعا أتأذى. لا ابقى جالس كمل صلاتك وأنت جالس. طيب سيدنا بالنسبة لكراسي الصلاة اللي بعض الناس يتوقع هي هاي يعني الطريقة المثلى لصلاة الإنسان المريض. ف يعني ردنا من جنابك توضيح فيما يرتبط بالضرورة وبمقدار الضرورة. بلي يعني أولا الصلوات الواجبة لابد من الصلاة بكل أجزائها من قيام وقعود وركوع وسجود، وما يجوز الإنسان أن يقلل أو يلغي الركوع، لأن يعني الركوع أنت وقاعد غير ركوع أنت قائم. إلغاء بعض الأجزاء الصلاة وأركان الصلاة صلاة باطلة اختيارا، يعني أنت بدون عذر. أما إذا كنت معذور نسألك عذرك في شنو أخي؟ والله سيدنا أنا ركبي بيها سوفان. زين، فأنت عندك مشكلة السجود فقط. نعم، فأنت أوقف وكبر تكبيرة إحرام وأركع أقرأ وأركع عند السجود أقعد، بس عند السجود بعدين لازم توقف. فبمقدار الضرورة أنت تقعد، مو أنه تأخذها من البداية إلى النهاية وأنت جالس، هذا ما يصير، بحسب الضرورة. أما الصلوات المستحبة نعم يجوز الإنسان أن يجلس فيها ويصلي ما في إشكال. بعض الأخوة يسألون بالنسبة للقضاء، يعني قضاء إذا أمكن له أن يصلي بتمام الأجزاء لا يجوزه الجلوس. طيب الأخ أبو حسين والده متوفقة بالكم سنة يريد يسوي ختمة قرآنية وصيام وما شاكل، فسأل عن إجارة هذه الأشياء في هذا الوقت. سيدنا في واقع الحال مكتب سماحة السيد صلاة الاستجارية لمدة سنة 800,000 دينار. نعم، لمدة سنة. نعم. 800 فقط الصلاة، والصوم 450,000 دينار. هذه إجارة الصلاة والصيام اللي تؤخذ من مكتب سماحة السيد. سأل هو سؤال آخر طبيعي سيدنا. أنا بس أنبه أنه ما يصير الصلاة لأي واحد. أنا هذا ما أدري شلون يقرأ، وضوء شلونه، غسل أصلا صحيح لو لا. فلما تطوه الصلاة عن الميت أنطوه لشخص تثقون به، تثقون به بصلاته، بكيفية صلاته، بصحة صلاته. يعني إحنا من يجون ناس إحنا على حال يجيبون نطي، فأقول له تعال اقرا الحمد، يقرا الحمد امامي وارى وضوءه، اتوضى قدامي، نعم، حتى اتيقن ان هذا وضوءه وصلاته بشكل صحيح. طيب هو نفس الاخ سيدنا سال عن يعني يستاجر احد الاشخاص لزياره الامام الحسين ويبعث ثوابها او يهديه لوالده. هاي يسموه زياره الانابه بالنيابه، ما في مشكله. نعم، انت ترسل احدا بالنيابه عن الميت يزور او يحج او يعتمر أو يقرأ القرآن، ما في مشكلة. هي يسمى العمل بالإنابة بالنيابة، ما في إشكال. أعطي فلوس نيابة عن والدي صلي، أعطي فلوس نيابة عن والدي زور، ما في مشكلة. طيب أم فاطمة تقول كانت حامل 8 أشهر وصارت عندي ولادة مبكرة، والمهم موضوعها كان مطول، فهي طلعت بدون علم زوجها من بيت أهلها وزوجها ما يرضى يبري لها الذمة. ومرة ثانية سؤال الآخر سيد، هما طلعت زعلانة من بيتها ومن بيت أهلها طلعت بدون علم زوجها. الحالة الأولى لما تقول أنا كنت متكئبة ومتضايقة كلش ومأثرة على نفسيتي، ووالدي شافني أنا متأذية فقال بابا قوم أطلعت شوية. نعم. تقول زوجي قال ما مبريد ذمة إلى يوم القيامة. تعال يا حبيبي، شنو ما مبريد ذمة إلى يوم القيامة؟ لو أنت تجي تطلعها، لو أنت تجي تداريها، لو تجي أنت تراعيها. أما جنابك قاعد هناك والله عندي مناسبة، والدي متوفي، على رأسي، الله يرحم والدك. بس أما أنه لأن والدك متوفي أنت الصادر أهلك وخلي تعاني ما تعاني، والله ما أجوز، هذا مو بيدك أنت حبيبي. ما دام عندها ضرورة وعدها على حالة نفسية أن تطلع ويا والدها، مو ويا الناس، تقول ما زالت من السيارة. هذا تعسف. يعني بعض الرجال الصفل لا ذوق عنده ولا إنسانية، فلا إشكال في ذلك بابا. وحتى لو لا يقبل قل له تقبل، مو مشكلة، لأنه ليس حراما عليك فيما إذا كان خروج ضرورة. وبالنسبة لطلعتها الثانية سيد، طلعة الثانية زعلانة وإجا أبوها أخذها وكذا، هناك في واقع الحال ما يجوز الخروج إلا بإذنه. يعني أنت اللي طلعتي من البيت، أنت اللي أصلا طلعتك من البيت ما كان صحيح.
نعم. طلعتج بابا تعال علي ما كان صحيح. حلوا المشاكل بطريقة لا تقعي أنت في مخالفة شرعية. أحسنتم سيدنا سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإجابات وهذه الإيضاحات. سلمكم الله تعالى بارك الله. الله يحفظكم سيدنا. الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكريم على فتح باب بيوتكم لنا. لنا لقاء إن شاء الله في الغد، تقبلوا تحياتنا في رعاية الله وحفظه.